بسم الله من ادمن ب 360 اوتو ديسك، هبدا اقول له انا عايز اشوف المشاريع الموجوده. تمام، خلينا نضيف مشروع دلوقتي. اد نضيف مشروع وليكن مثلا اكس واي. تمام، واختار نوع المشروع، مثلا داتا سنتر، الكونستراكشن تايب بتاعه، الفلوس بتاعته 1 دولار مثلا، كونتراكت تايب اي بي دي. المشروع هينتهي مثلا 29 2029. صورة المشروع، المعلومات بتاعة المشروع، سيف. عملنا مشروع اسمه اكس واي. تمام، وهنفعل له البيم 360 اهوت. اقول له فينيش، اصبح عندي المشروع هو اللي هو اكس واي. طيب لو انا رحت دلوقتي بقى البيم 360 جلو، تمام، وقلت له اعمل ابديت، تمام، كان الاول عندي بس مشروعين، اصبح فيه بقية المشاريع بقت موجودة. طيب خلينا دلوقتي لو انا فتحت الريفيت وقلت له انا عايز اعمل ابلود لبيم 360 جرو، فهيبدا يقول لك انت عايز ترفع لاني ملف. تمام، هقول له المشروع اللي اسمه اكس واي. تمام، وتقدر تضيف الفيوهات ليه، وليكن مثلا انا هضيف بس واحد بس او اتنين. تمام، اوكي، واخلي واحد فيهم دي دبليو اف والتاني ان دبليو سي، وممكن اختار فولدر احط، يعني احط حاجه في فولدر معين. تمام، ودي مور اوبشن لو انت عايز تحط الروم، عايز تحط اللينكد فايل وهكذا. هقول له جلو ات، هيبدا يرفع لي الموديل دوت على الجلو. تمام، بيقول لي خلاص اترفع على الجلو. طيب اروح هنا وهدوس اف 5، اعمل ابديت، بيقول لي اعمل ساين ان. فبيبدأ يرفع لي المشاريع. طيب هبدأ أشوف الإكس واي أهوت، رفع لي الملفين فعلا زي ما اتفقنا. دي مثال ازاي بنشتغل مع بنت توستين جلو ومع الريفيت وهكذا، ازاي تعمل مشروع، ازاي تعمل ابديت. هو بيرفع بس الموديل بتاعه. ده اللي هو الملف اللي اترفع. تمام، او ده الملف اللي هو كان 360. طيب خليني اقول له وش تاني. هو تقدر تشوف تقيس زي ما انت عايز، ممكن ترفع المشروع كله وكل الملفات وكل الفيوهات بحيث تبقى كلها معاك اونلاين وتشاركها مع بقية زمايلك.